السلام عليكم، معكم ام الرضا رئيسه في المستشفى الميداني. حنايا من شهر 3 وحنايا خدامين مع هذه الموجه ديال الكوفيد، ديال فيروس كوفيد، وتحرمنا من الكونجيات ديالنا عام، اكثر من عام وحنا محرومين من الكونجي ديالنا. ومني طالبنا بالحقوق ديالنا ودرنا ديك الوقفه، واحد من الناس رجال السلطه صفق واحد الممرض معنا، وحنا ما رضيناش بهذا الشيء، وحنا حسينا بالاهانه، داك الشيء علاش وقفنا هنا اليوم. وكنتمناو انهم يردونا الاعتبار ديالنا وخاير شويه. شكرا. كنهنيو بهم الممرضين ديال التكوين ديال سنه والتكوين ديال سنتين والتكوين ديال ثلاث سنوات، اللي للاسف مشاو مجموعه من الناس في الاتجاه ديال انهم يفرحونا ونجحوا في هذه المخططات هذه. ولكن حنايا اليوم جينا باش اننا نعبروا على اننا يد واحده وكتله واحده. اذا اول بادئ ذي بدء اننا كنشكروا اي واحد حضر لهذه الوقفه هذه ديال اليوم، ممرضين ممرضات تقنيين وتقنيات الصحه، الناس ديال الامن، الناس ديال الصحافه اللي كنشكروهم واللي الوجوه ديالهم ولات ان ناس 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 ديال الصحافه اللي ولاو الوجوه ديالهم عندنا معروفين، واللي كيحاولوا حتى هما بالمجهود ديالهم رغم الاكراهات، رغم انه كنعرفوا رغم اننا كنعرفوا انه في هذه الوقيته هذه ولا الاتجاه ديال الناس اللي كيبغيو الصحافه هو اتجاه ديال الفضائح واتجاه ديال عاجل جدا، فضيحه مدويه. ولكن كاينين الناس اللي كيحاولوا ما امكن انهم ينقلوا الخبر بكل مهنيه، وكيحاولوا انه رغم الاكراهات، رغم ان السير العام ديال الامور كيمشي في اتجاه ديال انه نقص ديال الاقبال ديال الناس على المعلومه اللي هي جاده، ولكن كنشكروا هاد الناس هادو جزيل الشكر. كنشكروا كل الاخوان اللي تكبدوا عناء السفر من كل الاقاليم، من كل اقاليم جهات مراكش اسفي، باش انهم يحضروا معنا هذا الشكل النضالي هذا. وكنقولوا لهم انه هذه غير البدايه، ومازال ان شاء الله المسلسل النضالي مستمر. بالنسبه ككلمه ختاميه اللي بغيت نقول هو انه شكرا كذلك النقابات دائمه على المستوى الوطني، حركات الممرضين وتقنية الصحة على المستوى الوطني. كذلك اللي بغي نقوله هو أنه ككلمة ختامية هو أنه الإخوان، الله يرحم الوالدين اللي بغيت نأكد عليها، هو أنه كاينين فئات أخرى وكاينين ناس أخرين اللي كيتعاملوا في منطقة اللوبي. إلا تقاس واحد كيتقاسوا كلشي. إذا حتى حنايا هذا هو المنطق اللي بغينا، أنه إلا تقاس ممرض فين ما كان ولا تقني الصحه نمشيو لعندو ونجسدو هذا الروح ديال التآزر الاجتماعي اللي للاسف ولا كلها شاده عليه في السيرفيس ديالو. ولينا للاسف دابا حاليا هي وجوه كثيره هنا ما كنعرفوهم، ما كيعرفونا، ما عارفين حتى شي حاجه، وكل واحد عنده مشاكل ديالو. اذا الاخوان خصنا نقويو هاد المسائل هذا، وخصنا على المستوى الوطني نشوفوا البيان الوطني ديال حركه الممرضين وتقنيه الصحه، واننا نرجعوا لهاد المطالب هذه اللي مازال حتى الساعه ما تحققاش، وطاولات الحوار الاجتماعي ما مجبودينش حنايا في النقاش. هادشي الاخوان راه خطير، وخطير جدا، ما يمكنناش اننا نسكتوا عليه.
إذن إلهام حسنوني عضو الحركة الوطنية للممرضين وتقنيين الصحة. هذه الوقفة جات في إطار الرد اللي غيكون ماشي واحد أو أوحد مجموعة تاع التدخلات العنيفة اللي تعرضوا لها الممرضين فوقفتهم للدارت نهار 14 نوفمبر للتعبير عن مطالبهم اللي هي عادلة ومشروعة اللي تتمثل أساسا في هيئة الإنصاف وفي هيئة في الهيئة وقانون الإنصاف الكفاءات والتعويض على الخطر، وأسطر على التعويض على الخطر ضرورة المساواة فيه نظرا لما أبان عليه هؤلاء الممرضين عن بسالة وشجاعة، كذلك عن تفاني في العمل وفي أداء الواجب الوطني في خضم هذه الجائحة اللي كانت هي جائحة كورونا، حيث قدموا العديد والعديد من المصابين وقدموا كذلك العشرات من المتوفين اللي وافتهم المنية أثناء أدائهم الواجبهم الوطني. ما يمكنش بشكل غير زعما غير منطقي أنهم يتعرضوا للقمع اللي تعرضوا ليه. فجات هذه الوقفة تنديدا بهذاك الضرب وهذاك القمع وهذيك الإهانة والتنكيل اللي تعرضوا ليه الممرضين، وجات كذلك تأكيدا على أن الممرضين غيستمروا في مسارهم النضالي ولن يحيدوا عنه قيد أنملة، وأن مطالب الحركة هي مطالب عادلة ومشروعة، وأنها غادي تستمر فيها غادي تستمر في وقفتها الاحتجاجية للمطالبة بها، خصوصا وأن الاحتجاج حق مشروع كيكفلو أسمى قانون هو القانون الدستوري، وما يمكنش أنه يتخرق بالشكل اللي تخرق به اللي فيه الإهانة والصفع والضرب والتنكيل بالممرضين وتقنيين الصحة. لذلك جات هذه الوقفة ردا على ذاك ردا على ذاك القمع اللي تعرضوا ليه الممرضين، وكذلك تأكيدا كما سبق وقلت على أن مطالبنا عادلة ومشروعة ونحن على الدرب لن نحيد. وشكرا. هذا عادل الجبابري عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيين الصحة بالمغرب، ممرض بالمركز الشفائي الجامعي بمراكش. بالنسبه للوقفه ديال اليوم هي جات كخلاصه للبيان الوطني لحركه الممرضين وتقنيين الصحه، واللي خرج كينادي بانه بالضروره القيام بوقفات يعني على المستوى ديال المحلي واقليمي وجهوي على المستوى ديال المغرب، وكذلك اضراب يومين اليوم وغدا ان شاء الله. وهادشي كامل سببه التصرفيقه اللي تعرضوا لها الممرضين امام وزاره الصحه، كذلك يعني التنكيل بهم والضرب اللي تعرضوا ليه والتعنيف اللي تعرضوا ليه، وهذا الشيء ما يمكنناش اننا نتقبلوه. يعني حاليا الممرضين يعني اكثر من 9 شهور وما في المواجهه ديال الوباء في الصفوف الاولى، كان بالحر انهم يتجازوا بشكل ايجابي ماشي انهم يتجازوا بالضرب الى غير ذلك. يعني المطالب كانت مطالب عاديه ماشي شي حاجه اللي فوق من الخيال ولا شيء، ولكن للاسف ممارسه بحال هذه هي اللي كتخلي انه الممرضين كيخرجوا للاحتجاج اليوم في كافة ربوع الوطن، انهم كيناديو بنفس المطالب اللي سنين هذه هما كيطالبوا بها، كيناديو بالانصاف تعويض عن الاخطار المهنيه، كذلك نظام ترقيه عادل، قانون منظم للمهنه، هذه مطالب اللي هي عاديه، وكان بالاحرى من المسؤولين انهم يتعاملوا معنا بشكل ايجابي ماشي بالتنكيل والضرب ديال الممرضين. وهذا راه منافي وبشكل رئيسي الفصل 22 من الدستور اللي كينادي بالخلاصه ديالو انه لا يجوز المساس بالسلامه البدنيه والمعنويه لاي مواطن كيف ما كان وتحت اي ظرف. اذا هذا ممرض عارفين النضالات ديالنا سلميه، ما عندناش شي مواقف لا شي حاجه اللي يعني اللي ممكن نتحاسبوا عليه الا غير ذلك. بالمقابل كان من المفروض على وزاره الصحه وعلى المسؤولين على القطاع الصحي وعلى تسيير الشان العام بالبلاد انهم يفتحوا نقاش معنا ويعرفوا شنو هما المطالب ديالنا، لكن للاسف اللي كيبان هو انه هناك بعض واشدد على بعض المسؤولين اللي عندهم الحنين للرجوع للماضي وعندهم الحنين للزروطه والعصا، وهادشي ما يمكنش انه ياكل معنا. هذا جيل جديد ديال الممرضين وجيل جديد اللي كينادي انه تسود المبادئ الصحيحه في قطاع الصحه، وان المواطن يستافد من العلاجات اللي هي مزيانه ويدخل للسبيطار يلقى اطباء يلقى ممرضين الى غير ذلك، وللاسف ملي كيمشي وكيلقى العصا. بغينا غير نتسالوا دابا هذا السيد هذا اللي ضرب مثلا هذا الممرض، نفترضوا جدلا انه خرج ينظم شي مداراه اخرى ضربوا شي واحد وجا نفس المصلحه فين خدام هذاك الممرض، كي غادي يتواجه مع هذا السيد هذا؟ كي غادي يتعامل معاه؟ هذا الشيء كنتمناو ان المسؤولين يمشيوا في هذا الاتجاه ديال انه يحاسبوا هذاك السيد، يحاسبوه لانه ممرض اللي هو اكثر من 9 شهور وكيمارس المهام ديالو وضحينا عام وشهرين هذه ما خدينا لا كونجي لا حتى شي حاجه، بالمقابل كانت جازه في هذا الشيء وفي سياق اللي هو وطني ودولي كنعرفوه كاملين. كنا خصنا نكونوا كتله وحده وكنا خصنا نشكلوا جبهه موحده وحده في البلاد
باش نواجهوا مختلف التحديات اللي كتواجهنا لا اقليميا لا دوليا، واللي حنايا كمواطنين كنادوا بها حاليا ان الوحده الوطنيه خصها تكتب حاليا في افق المواجهه ديال التحديات اللي كتواجهنا. وشكرا لموقع كلامكم على المواكبه ديال النضالات ديالنا، وشكرا لكم مجددا. صلاح الدين غزالي، ممرض رئيس بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. هذه الوقفه اعلنت عليها حركه الممرضين وتقني الصحه بالمغرب اليوم مع اضراب، وذلك تنديدا بما وقع بمدينه الرباط، حيث كانت عندنا كانت واحد الوقفه لحركه الممرضين بمدينه الرباط واللي تعرضت لواحد تدخل اللي كنقولوا عليه احنا همجي من طرف السلطات، وخصوصا الاخوان ديالنا اللي تعرضوا للصفع والركل والشتم من 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 المسؤولين الامنيين. لذلك تقرر خوض اضراب لمده 48 ساعه يوم الخميس والجمعه 19 و20 نوفمبر، ومع وقفات بجميع المديريات الجهويه والمندوبيات والاقاليم والمراكز الاستشفائيه بالمغرب، مطالبة أيضا بحقوقنا والتعويضات، تعويض الأخطار المهنية، الإنصاف التعويض في الأخطار المهنية ومحدد الكفاءات، ومجموعة من المطالب اللي كنا ديما كنناضلوا عليها، اللي تزاد عليها اليوم أنه كان واحد التعسف همجي اللي كنقولوا احنا اللي خدمنا واحد مدة أكثر من 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 6 أشهر او 7 أشهر مع مرضى كورونا اللي كنا بعاد على عائلتنا، اللي ضحاو فيه الممرضين بكل ما يملكون بالحياه ديالهم بعائلاتهم، وكانوا خدمه للمواطنين والوطن. كنشوفوا اليوم انهم كيتجازوا بهذا التدخل الهمجي اللي من هذه الوقفات الاحتجاجيه كنستنكروه اليوم.